كما نوجه التحية إلى والد كل شهيد، وإلى أم كل شهيد، وإلى زوجة كل شهيد، وأحمل لزوجة كل شهيد بشرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أنا وامرأة سفعاء الخدين هكذا في الجنة، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه السبابة والوسطى، كناية عن أن مكانتها مجاورة لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. من هي هذه المرأة يا رسول الله؟ امرأة حبست نفسها على يتامها، انقطعت على تربية أبنائها بعد وفاة زوجها حتى بانوا أي كبروا أو ماتت. وإذا كان هذا هو حال وثواب من حبست نفسها على يتامها بصفة عامة، فما بالكم بمن حبست نفسها على أبناء الشهيد الذي ضحى بنفسه في سبيل وطنه.